في معدل مخيف تصل إليه مناسيب المياه في الأهوار لأول مرة منذ سنين بانخفاض بثلاثين سنتيمتر عن المستوى الطبيعي. هذا الانحسار خلال أسبوع فاجأ سكان الأهوار وبدأوا بإعادة مطالبهم للحكومة الاتحادية بضرورة المحافظة على المياه داخل الأهوار لضمان معيشتهم. انخفاض مناسيب المياه بقضاء تشبايش انخفاض حاد، خصوصا ونحن لم ندخل فصل الصيف، بعدنا الان في فصل الربيع، وانخفضت المناسيب تقريبا اكثر من 30 سنتيم الى 40 سنتيم، والان ملامح الجفاف واضحه، ملامح بدايه الجفاف واضحه، تداعيات الجفاف في منطقه الاهوار تداعيات كبيره جدا، وخصوصا قضاء تشبايش يعتمد بشكل اساسي بمعيشته على تربيه الجاموس وصيد الاسماك، تقريبا كل اعتماد سكان الاهوار على المياه. إذا جفت الأهوار راح نواجه مشكلة كبيرة جدا، هي نفوق كل أعداد الأسماك بالإضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الجاموس كما حصل سابقا في عام 2014 والسنوات السابقة. موت الأسماك والهجرة العكسية وانحسار تربية الجاموس سيخلفه الجفاف القادم إذا لم تتدخل الجهات الحكومية عدة دول المنبع، فيما سيعرض مناطق الأهوار للخروج من لائحة اليونسكو إذا تعرضت للجفاف. نسبة الماء جاية تنزل تدريجيا، أقل يوم 5 سنتيم 4 سنتيم، يعني الحلال الضرر، الناس تضررت، حلالنا كله موت، بقينا لا حول ولا قوة. فإحنا نطالب الحكومة الموقرة أنه ترحم بحالنا وبحلالنا، أن تعطينا درجات الماء. والله إحنا بان أغلبية الناس نهاجر من شباش ما نبقى، لأنه الماء جاي يخرب يوم على يوم، وأغلبية الأهوار طوف في السمك مالها موت. يعني هذه ثروه مهمه داخل اهوار تشبايش، رايح العراق يخسرها خساره مو طبيعيه. يعني لان لا خرب الماي الجاموس راح يتدمر ويخرب الحليب ماله، والهاي يصير موت مال الجاموس. والله والاسماك تموت. انت شنو شفت هسه؟ شفت هاليومين هسه شفنا قام السمك مرات يطفح يموت. انت شنو شغلك هنا؟ لا لا الاهوار توني جيت من الصيد، من الصبح اللي جا والله كل شيء ماكو. مع انعدام الحلول الحكومية تتجه الأهوار إلى الجفاف وتندر بكارثة بيئية وهجرة عكسية. من قضاء تشباي الشرق الناصرية إيهاب الخفاجي، قناة التغيير الفضائية.